تشتري الظرف ب10 ليرات صار ب100 ليره، هلا 1500 ومنو موجود. واليوم بتلاقي ب10 ما بتلاقي، لو كان حقه بس ما في خبينه. ماذا يفعل المريض المصاب بالفطر الأسود مثلا أو بأي متحور من متحورات كورونا في الوقت الذي لا يوجد فيه مصدر لأدوية كثيرة إلا مصدر التهريب؟ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشأن ليس وليد اليوم في محافظة اللاذقية، وإنما بات عمره سنوات خلت. فهل تحول حال تهريب الأدوية إلى أعراف وتقاليد مثلا؟ يسأل سائل. أحيانا نجي بنطلب الدواء بيكون موجود، بعد فترة بينفقد، وبعدين كل صيدلية بتبيع شكل. أنا معي ربو ودور على دواء حبلائي، وأنا ماني مصاب ولا لي رصيد، كل شهر بدي تمين الدواء. والله كيف بدك تعيش ما بتعرف. في أدوية هامة كتير مفقودة، مرض القلب مثلا، السكري أكتر شيء، هذا أكتر شيء عم نعاني منه. أنا شخص من الناس يعني موجود مقطوع عن الدواء، يعني أنا بأخذ دواء في اللبسين هو دواء أعصاب، شفت شلون يعني، وعم دور عليه ما عم لاقي، يعني ما بعرف شو الحل. يعني بالنسبة لوزارة الصحة بروح لعند الصيدلي بقله في خلاف بين وزير الصحة والشركات مشان أسعار الدواء، ما أسعار الدواء ما بعرف شو الحل يعني بالنسبة للموضوع. ضغط واعتلال أعصاب، أدوية ما في، عم يخبوها عم يغلوها علينا. أنا ضليت 12 يوم بلا حب ضغط، وهذا شيء ما معقول ولا منطقي ولا الله بيقبل فيه. العلبة حقها 3000، طلب مني 5000 ليأمن لي إياها، وأنا باخو عيار 100 بده يعطيني عيار 50. والله الأدوية بشكل عام غالية، الضغط الهي كله غالي، ما في شيء رخيص. يعني تجي بتطلب دواء بيعطوك يا أضعاف مضاعفة من سعره الحقيقي يعني، وهذا الشيء عم يعمل أزمة كتير كبيرة، لأن نحن اليوم يعني الشعب كلياته عم يحتاج هالأدوية بشكل دائم، وما عم تتوفر يعني إلا بطلوع الروح يعني مثل ما بقولوا. ولا يكاد يكفي دخل المواطن لاحتياجاته الأساسية، فيا حسرة من يقع في المرض وينزل المرض فيه، فمن أين وكيف وثمن بعض الإبر تتجاوز مئات الآلاف، ناهيك عن أنواع وأسماء أدوية ومراهم تعالج الأكزيما والتصنيط بالجملة مفقودة أو تحت وطأة التهريب، في الوقت الذي تفرض فيه السوق السوداء، وفي الوقت الذي تمنعت الكثير من المعامل عن تصنيع الدواء للسوق السورية، بينما تصدره المعامل ذاتها إلى أربيل والعراق ولبنان وغيرها من الدول. نروح على الصيدليات بنشتري السيتامول، بتلاقي ظرف السيتامول إذا وجد ب1000 ليرة، الالتهاب 3000، ظرف واحد بس ما أكتر ولا قالوا مقطوع، يعني ما كل الأحيان موجود. بالنسبة للدواء بتدور عليه من أكتر من صيدلية، إن كان دواء التهاب، دواء سعلي، دواء أطفال، وكل صيدلية إذا التقى بتكون أسعاره غالية وبدك تدور على الدواء. بالنسبة للأدوية تختلف من صيدلية لصيدلية، مثل الطبلية دواء بتلاقي هون سعر، دواء بصيدلية تانية نفسه نفس الشركة ونفس شو اسمه بسعر تاني. دواء السعلة 1400 أخذته من صيدلية، رحت على صيدلية تانية 1900، قلنا أنا ليش هيك؟ قال والله هيك تسعيرته. لك مبارح أخذته ما صار لي يومين ثلاثة، رجعت على الصيدلية نفسها أخذته ب 1400. بس مين بدي يحاسب حدا؟ ما بتعرف. طلبت منه دواء تبع الرشح 3 حبة، قال 5000 ووطني، قلنا له هي 5000 للحاجة، طلعنا على صيدلية تانية 1800 ليرة. يعني معقول هالفرق السعر هذا كله؟ سوق سوداء واستغلال أسود للمرضى، ماذا سيفعلون وهم المستغيثون؟ من قهر قادم بحكم المرض أو من قهر غلاء؟ من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية.